الذنب له أثره الكبير جدا، وأغلاله التي تطوق القلب. المذنب يحاول أنه يتخلص من هذه الوحشة بأشياء احنا نسميها بالعملية تهجيلة، بالتلفزيون، بالهاتف، بالواتساب، بأي شيء، لكن كل هذا لا ينفع، لا ينفع، لأن الأنس في العودة إلى الله، فإن تاب إلى الله أحبه الله، فإذا أحبه الله آنسه، فاستأنس به عن كل شيء، فاستأنس به عن كل شيء. الإنابة إلى الله، الإصرار على الأوزار والبقاء عليها ظلمة على القلب وعلى الجوارح وعلى الحياة كلها، وشؤم الإقامة على المعاصي شؤم وبلاء. لا يسعد امرؤ يعصي الله أبدا، حتى أنه بعض السلف يقول إني والله لأذنب الذنب فأرى شؤمه على في امرأتي ودابتي من فعل فأرة بأرض داري أو سوء أخلاق على حماي. بل كان بعضهم يسيء الظن في نفسه فيقول إني لألبس النعل فيتعسر علي، يعني ينقلب ألبسه وينقلب كذا، فأحسبه لشؤم ذنب اقترفته. تتعكر الحياة وتتعسر، بل إن الكون كله يضطرب بفعل الذنوب والمعاصي. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يقول الله وكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بماذا؟ بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخر. يقول الله فلما آسفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم أجمعين. آسفونا يعني أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم أجمعين. معاصي شؤم، المعاصي اقتران بالشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو يوقعه من ذنب إلى ذنب ومن سيئة إلى سيئة إلى أن يكبه في الهاوية. وكان الشيطان للإنسان خذولا